هذا واستطلعت كاميرا طيبة عددا من مواطني بورسودان حول أهمية التعايش السلمي في هذه المدينة. السلام العالمي فيه التقى الجمعان النوبة والبني عامر الحباب في لقاء المحبة والسلام. نظر رب سبحانه وتعالى أن يكلل المسائي بالنجاح، والشكر يزله للشيخ الأمين مصطفى الأمين على هذه المبادرة الطيبة التي تعكس أصالة معدن الرجل السوداني الأصيل الشهم. رأينا عليه مبادرة السلام المدنية إن شاء الله، وهذه هي أصلا الفكرة الناتجة من حفاوة المجتمع المدني بأنه يكون هو متحرك من دون أي دافع، وأنه تكون شرارة أولى إن شاء الله تكون لكل أطراف السودان ولكل قبائل السودان، وإنها هي تكمد الاستقرار الحقيقي حقيقة، لأنه لو ما جاءت من التكوين الداخلي ذات نفسه ما بتجي عبر المكون السياسي مهما كان. يعني هذه المبادرة يعني جاءت وآتت وكلها فيما يعني حقنته من الدماء، وحتى وصلت إلى درجة يعني كتابة الوثيقة بين الأطراف بما تسمى الجلد، وهي معروفة في شرقنا الحبيب بأنها هي يعني بادئة سلام ومبادرة سلام لإيقاف الأعدائيات وحقن الدماء